سيد ريس جمال، الاب الروحي ديال الميلوديات مراكش. اليوم التدشين ديال هذا الملعب اللي ارتبط بالتاريخ بالمولوديه، ملعب 20 غوش، ملعب قشيش، كيفاش تشوف الحله الجديده ديالو سيد ريس؟ هو سي صابر، هذا مكسب كبير للرياضه في مراكش، بالخصوص لفريق المولوديه، لان هذا هو المعقل ديال المولوديه. ومشكوره الجامعه والمجلس الجامعي مجلس مقاطعات المدينه على اتاحه هذه الفرصه باش الفريق ديال المولوديه ما يبقاش هاز الامتعه ديالو كيدور في مختلف الملاعب في مراكش، تيبقى انه جا المعقل ديالو وبهذا المستوى وبهذا الرونق وهذا الجماليه غادي يحافظوا عليه. ونتمنى من السيد رئيس المجلس الجامعي والسيد رئيس مجلس المدينه الدعم القوي باش المولوديه يكون في واحد المستوى رافع. وحنا دائما تنتمي للمولوديه وبناء المولوديه وبناء فريق المولودية، وهذا مكسب كبير يسجل للجامعة وللمجلس.